السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد علم الهدى وعلى آله وأصحابه وجنود دعوته وحملة شريعته ونقلة سنته وكل من به اقتدى، أما بعد، ففي الرحاب الطاهر وفي بيت من بيوت الله رب العالمين التي أذن الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ومع محاضرة فقه النوازل، ألقاكم بإذن الله تعالى ويتجدد اللقاء. فقه النوازل مضاف ومضاف إليه، أما الفقه فمعلوم والوقت محدود، لذلك لن أتحدث عنه. أما النوازل فهي جمع نازلة، النوازل جمع، مفرده نازلة، اسم فاعل من نزل ينزل إذا حل، ولذلك هي بمعنى الشدة والمصيبة والكرب، وهذا ما يفهم أولاً من معنى النزول. قال تعالى: أفبعذابنا يستعجلون، فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. قال الشاعر: ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج. فالنازلة يضيق بها الإنسان، تنزل على الإنسان، هذا أصلها في اللغة، معنى النزول والهبوط. ولذلك قالوا، وقد قنت الشيخ في المغرب قنوت النوازل، قنوت النوازل، إذا نزلت بالأمة نازلة ليس لها من دون الله كاشفة، يجأر الدعاة والمصلون بالدعاء في صلاتهم، يسألون الله تفريجها وتنفيسها، وإنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه. في اصطلاح النازلة أمر قديم، ذكرها الإمام مالك، ذكرها الإمام الشافعي، لكن ذكرت إجمالاً دون تعريف وتوضيح وتفصيل، لذلك فصلها المتأخرون،
والقصة المتأخرة هذه قصة نسبية عند العلماء، ما بعد القرن الثالث وهم المتأخرون، والمتقدمون ما قبل القرن الثالث، وقد تكون نسبية. أحيانا نقول الشاطبي متقدم مثلا وهو من المتأخرين، شاطبي القاري صاحب الشاطبية، لا القاري متقدم، الشاطبي المتأخر هو صاحب الاعتصام والموافقات. فالمسألة نسبية. عند المتأخرين عني بها الأحناف أو الحنفية، وعني بها المالكية. الأحناف عندهم هي الأجوبة عن المسائل التي لم ترد عن أسلافهم، لم يجدوا في مذهبهم لها جوابا فاجتهدوا فيها. المالكية عانوا بها، وخاصة مسألة النازلة أو النوازل، فهو اصطلاح مغاربي أندلسي. في الشرق، الشرق الإسلامي، كانت يسمونها الوقائع أو الواقعات أو الحوادث، لكن بالنسبة للنوازل هذا فهو من ألفاظ المغاربة. مالكية أطلقت على الأقضية، وأطلقت على الأجوبة، لذلك ترى الكتب منها ما يتعلق بالقضاء، ومنها ما يتعلق بالفتاوى والأجوبة، مفيد الحكام فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام، الإعلام بنوازل الأحكام، مثلا لأبي سهل الغرناطي، كذلك مذاهب الحكام في نوازل الأحكام للقاضي عياض وولده، نوازل ابن رشد، نوازل الوزاني الصغرى والكبرى. لكن شاع الآن في العصر المتأخر هذا أن النوازل هي المسألة الواقعة، مسألة الواقعة الجديدة تتطلب اجتهادا وبيان حكم، مسألة واقعة جديدة تتطلب اجتهادا وبيان حكم. بعضهم يقول، يزيد في التعريف، لم يوجد لها نص في الكتاب ولا في السنة ولا في فتاوى وفي من سبق. إذن هي جديدة، لأن الحادثة إما أن تكون واقعة أو مقدرة. المقدرة أغلب العلماء وعلى رأس المالكية يتحاشونها، دعها حتى تقع، يقول من ملك، دعها حتى تقع، إن شاء الله نمشوا اللي قدام نحن. فمقدرة دعها الآن، واقعة به مسبوقة أو غير مسبوقة، احتمالا المسبوقة لن تكون من النوازل إلا في مجالات ضيقة، إذن هي غير مسبوقة. كذلك ملحة ولا غير ملحة، غير ملحة دعها، تبقى الملحة وهذه النازلة فهي واقعة، هي واقعة وجديدة وملحة، تشتد الحاجة إلى فهمها ومعرفة الحكم فيها. النوازل هذه تنزل بالناس وبحسب ما يقع منهم من الفجور، فتقع نوازل إما أنها لم تقع من قبل، ولم يكن فيها نص من كتاب ولا من سنة ولا من فتوى السابقين، أو في نصوص لكن هذه النصوص يعني تحتاج إلى علماء حتى
تنزل على الحادثة الجديدة. المثلية بينهما غير منضبطة، فتحتاج إلى العلماء. ومن قديم النوازل شحذت لها أذنة العلماء وطلب لها الاجتماع. المسائل غير النوازل الكبرى قد يفتي فيها عالم. الآن في عصرنا هذا احتجنا إلى المجامع الفقهية وإلى مجالس البحوث حتى في غير النوازل لنقص العلم. ولا أريد أن نقول ولذهاب بركته، لكن على كل حال نقص العلم جعل الناس يقيمون هذه المجامع الفقهية لتكون الفتاوى منضبطة أكثر، لكن المسألة ملحة في النوازل أكثر من قديم من قديم. الأمة الإسلامية ابتليت بالنوازل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم عليه إلى ما بعده، لكن على نسب متفرقة. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه في مسألة أسرى بدر نازلة، وأراد أن يكون فيها القدوة صلى الله عليه وسلم. لكن بعده صلى الله عليه وسلم في دفنه، في من يخلفه صلى الله عليه وآله وسلم، وقعت نوازل، لكن البركة حاصلة. كانوا أئمة هدى وكانوا من خير القرون، فسهل عليهم الأمر ووقوا شر تلك النوازل. لكن في عصرنا تغير الأمر، ولذلك الآن التصدي للنوازل هو من فروض الكفاية، هو فرض، لكنه لما تعلق بالعمل ولم يتعلق بالعامل كان من فروض الكفاية. إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. لذلك مسائل فروض الكفاية هذه يجب أن نحترم أصحابها. الذي يأتي مثلا في قرية أو في مصر ويؤذن للناس الفجر مثلا، هذا أسقط عنهم فرضا كفائيا. ينبغي للناس أن يشكروه وأن يسألوا الله له التوفيق وحسن الختام، لأنه أسقط عنهم الإثم. الذي الآن مثلا يحرث الأرض، حراسة الأرض، كثير من الناس يغفلون عن مسألة فروض الكفاية. حرث الأرض من فروض الكفاية. لو أن الناس جميعا أطبقوا على عدم حرث الأرض تغلو الأسعار فيأثم الجميع. فإذا قام بعضهم بحرثها مثلا أو بأعمال الحياكة والأعمال المعروفة، كل هذه من فروض الكفاية. كذلك التصدي لمسألة فقه النوازل وانبراء العلماء لها، هذا من فروض الكفاية، من فروض الكفاية. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فأحيانا تتعين على الشخص إذا كان العلماء متقاربين في التحصيل والفهم، إذا قام بها بعضهم سقط الإثم عن الآخرين. لكن لو تعينت على شخص أو على شخصين أو على مجموعة لا يقوم الآخرون مقامهم، وجب عليهم، تعينت عليهم، تعلمون فرض الكفاية قد ينتقل إلى الفرض العيني. أنت وشخص مات، شخص واحد، شخصان أحدهما مات، ما يقولش يخليه ويقول الآن هذا فرض كفاية، الآن هذا أصبح ماذا؟ فرض عين، من غيرك يصلي عليه، هذا فرض الآن أصبح فرض عينين. هذه النوازل والتصدي لها له أهمية عظيمة، من أكبرها وأعظمها أنها
بيان لشمولية الإسلام وأنه مصلح لكل زمان ومكان وصالح لكل زمان ومكان.